الفل. صباح الفل عليك. صباح الخير والسعادة وآخر الأسبوع، ويا رب كده النهاردة يعني كمان مع نهاية الأسبوع نفرح ويبقى ماتش حلو وأداء كويس ونتيجة كمان اللي احنا بنرجوها بإذن الله. الأهلي كده ماشي بخطوات ثابتة في الفترة الأخيرة، نتمنى إن شاء الله النهاردة بين الأهلي وسموحة تبقى مباراة قوية، وفي نفس الوقت النتيجة تكون لصالحنا بإذن الله تعالى، لأن احنا برضو بنواجه فريق خلي بالك يا كريم تقيل، وفي نفس الوقت برضه هو نفسه ان هو ما يخسرش اي نقاط ويحافظ حتى لو كان ترتيبه في الجدول يعني قليل شويه، لكن اكيد اكيد النهارده سموحه مش عايز ان هو يخسر ابدا، هيلعب حتى على التعادل يعني ان كان او ورست كيس زي ما بيتقال هيلعب على التعادل. على كل حال صباح الفل، وكل الكلام ده هنتابعه مع حضراتكم ان شاء الله على مدار الحلقه. صباح الخير يا كيمو. صباح الفل عليكي، وطبعا يعني اكيد ان شاء الله النهارده اللقاء هيكون لقاء مهم، لان طبعا فريق سموحه فريق اكيد كبير، ولكن بغض النظر عن حجم ثقل المنافس هي بشكل عام دايما بتلاقوها حاجه شبه ثابته. اي فريق ايا كان مين هو، حتى لو مستواه متواضع، مش بنتكلم على سموحه، انا بتكلم حضراتكم في المطلق، حتى لو فريق امكانياته ضعيفه ولاعيبته امكانياتهم ضعيفه ومستواه متدني في ترتيب العام للدوري، بيجي قدام الاهلي الناس كلها بتتوحش، ما تفهميش كده، دي حاجه برده شبه ثابته عشان بتلعب مع الكبير طبعا يعني. وبعدين النهارده كمان عندنا هيكون لقاء، الى جانب طبعا هي مباراه بين لعيبه فرقتين، فهي كمان اكيد هتكون في مباراه موازيه بين فكر اتنين مدربين. هنتكلم مع حضراتكم النهارده اكيد على كل هذه التفاصيل، كالعاده في الجزء الاول هنتكلم عن كل اخبار النادي الاهلي شامله اكيد لقاء النهارده، والجزء الثاني هنتكلم من خلاله او هنستضيف من خلاله ان شاء الله ناس جميله يكلمونا عن موضوعات مهمه جدا. الفقره الحواريه الاولى هنتكلم فيها النهارده عن رياضه الدراجات، وهينورنا محمد المصري مؤسس مبادره هنلف بلدنا بالعجله، واكيد هنعرف كل حضراتكم تفاصيل هذه المبادره. وتاني فقراتنا هيشرفنا من خلالها كابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي السابق، واكيد هنتكلم معاه كتير بقى عن ماتش النهارده. بص بقى خلينا بس عشان بمناسبه موضوع الدراجات، وكلمنا قبل كده في دراجتك صحتك، أيوه. المبادره دي اللي أيوه. بقى لها كذا سنه ولقت كمان يعني نوع من القبول عند ناس كتيره جدا بفئات عمريه مختلفه. قلنا لحضراتكم عرضنا قبل كده وكنا بنغطي يعني مره جوله كانوا عاملينها، تشوف عندك حد عنده 9 سنين، حد عنده 70 سنه، وعملنا لقاءات معاهم، وقد ايه الناس دي مبسوطه ان في حاجه زي كده، ان في ناس بتبقى عايزه تمارس رياضه بس في نفس الوقت بتكسل او بتقول لك طب وانا هنزل مع مين، انا عايز حد ينزل معايا، عايز اتسلى، عايز ناس تشجعني. فالمبادرات الرياضيه اللي زي دي بتعمل ده او بتحقق ده على الارض، فحاجه اعتقد مفيده. بس طبعًا. انا بقى نزلت شويه معلومات عن اهميه الدراجات عشان برضو الناس تبقى عارفه، لان كل حاجه بيبقى ليها بنقول فايده، لكن الفوائد الجايه من فكره هنا يعني الدراجات تحديدا لو انت مارستها 30 دقيقه بص بقى بيحصل ايه. اول حاجه مرونه في العضلات، ده بيؤدي ليه؟ بيقوي عضلات الساق، وبيبقى عندك مرونه لعضلاتك كلها، وكمان مرونه مش عضلات الساق بس، عضلات كمان الذراع، لان انت برضو بتتحكم بتشتغل او ايديك بتشتغل معاك. تعزيز صحه القلب والاوعيه الدمويه بشكل كبير جدا. انا هقول بس العناوين عشان ما اخشش في التفاصيل كتير. زياده قوه الجسم، وهي بنتكلم ليها تاثير ايجابي على الجسم بالكامل. بتخلصك من الاجهاد، يعني البعض يقول لك لا انا مش قادر اركب العجله، ده بالعكس لو انت ركبت العجله وقعدت تمارستها 30 دقيقه تحديدا، ده بتحس بعد كده ان انت فريش، الاجهاد اللي عندك بالعكس بيروح، ده النتيجه بتبقى عكس ما احنا متخيلين. فقدان الوزن، وده طبعا امر طبيعي لان انت في انرجي وفي كالوريز بتتحرق، وكل ما بيزيد اكيد كل ما الكالوريز بتتحرق اكتر. بيقلل من خطر الاصابه بداء السكري بشكل كبير وبنسبه كبيره جدا، تقارب تقريبا 40%. دي اول مره يعني اللي فات منطقي ومعروف، لكن دي بالنسبه لنا بنسبه 40%. تخيل لو انت واظبت على الدرجات بين 3 لـ4 مرات مثلا في الاسبوع، ده ممكن ان هو يقي حضرتك حتى لو عندك يعني تاريخ او سجل في العيله ناس عندهم كده، حتى لو حاجه خايف منها كوراثه يعني، لا النسبه 40% ممكن ان هي تقلل الاصابه بيه. يقلل من الخطر الاصابه بالسرطان، تخيل. بيحسن من حركة المفاصل، تحسين حركة الأمعاء، ودي برضو معلومة ما كنتش أعرفها. وبيحسن صحة الدماغ. فأدي كده باختصار 10 فوائد من ركوب الدرجات، أعتقد كلنا في حاجة للعشرة دول. فيعني طيب ندخل بقى على ماتش النهاردة على طول يا حضرات. احنا النهاردة عندنا ماتش يعني كلنا متوقعين ان احنا ان شاء الله نتفرج على أداء حلو يتماشى مع اللي شفناه الفترة الأخيرة، وكمان نتيجة تبقى مرضية لجماهير النادي الأهلي بكل مكان. يعني الاتنين مدربين، ودي النقطة اللي كنت بقول لحضراتكم عليها من شوية، هيبقى في ما بينهم مباراة مستقلة موازية.
الاثنين عندهم فكر جيد والاثنين عندهم رؤيه فنيه متميزه. هنلاقي مثلا يعني غالبا ان شاء الله الكلام ده منعكس في لقاء النهارده. كابتن سامي قمصان كل ماتش الحقيقه بيقود فيه النادي الاهلي بيكون افضل من الماتش اللي قبليه، كذلك طبعا كابتن عبد الحميد بسيوني مدرب سموحه هو كمان من المدربين المحترمين جدا والمميزين اللي عندهم القدره انه يخلي لعبتهم يقدموا دايما اداء جيد. على فكره احنا لو اتكلمنا عن تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الفرق اللي كانت تحت قياده كابتن بسيوني في اوقات مختلفه هنلاقي ان مباراه النهارده دي رقم 10، الاهلي فاز في 6 وخسر في 2 وتعادل في مباراه واحده. طبعا بنتمنى كل التوفيق للعيبه النادي الاهلي ان شاء الله ونستمتع بماتش حلو. برضو من المعلومات المهمة يعني الأكيد حضراتكم برضو معظمكم عارفها، وكابتن عبد الحميد بسيوني عنده إيقاف فهو حيدير من المدرجات، يعني هو مش هيكون متواجد في أرضية الملعب للإيقاف اللي هو كان حاصل عليه. خلينا نكمل أو نستكملا لكلام كريم والأرقام، تاريخ المواجهات أكيد حابين برضو أن احنا نفكر حضراتكم بيه. المباراة النهاردة هتبقى المواجهة رقم 27 لأنهم اتقابلوا قبل كده في الدوري والكاس 26 مرة، الأهلي فاز في 15 ماتش وخسر في 4 وتعادلوا في 7 مرات. المميز بقى هنا لو نقدر نقول بين الفريقين هو يمكن زي ما كريم ذكر في بدايه الحلقه فكر المدربين، يعني تبقى مدرب فيرسز او ضد مدرب زي ما بيتقال. يعني كابتن سامي قمصان اكيد عايز يواصل النتائج الرائعه جدا مع الاهلي لحد دلوقتي، يرفع رصيد الفريق اللي المركز الثالث كمان حاليا، ودي حاجه كانت محترمه جدا برصيد بنتكلم 44 نقطه. على الجانب الثاني راح نتكلم كابتن طبعا بسيوني بيلعب على الفوز لانه في المركز الخامس برصيد 36 نقطه، فهو داخل يعني زي ما تقول ايه، انا داخل مستقتل، انا ما عنديش رفاهيه برضو ان انا اخسر، انا مش عايز الاهلي يحصل على اي نقاط، انا الطموح بتاعي ولو قلت زي ما كنت بتكلم ورست كيس سيناريو ان انا احصل على التعادل، لكن فكره ان هو يدخل يخسر اكيد سموحه مش في ذهنه او في خططه ده ابدا، فهيبان بس المهم يكون في ماتش ممتع. انا اتوقع ان شاء الله النتيجه ولا بلاش ولا اقول لا بالعكس قولي، ده أقول بتظبط معانا في الفتره الاخيره 2-1 اخر مره، بالعكس قولي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قصدي عايزه تركيز يعني. هقول لك انا النهارده الاهلي وسموحه في 3، هيبقى في رقم 3، في رقم 3 ان شاء الله يا بلورات السحرية، نقول 3-1 مثلا، 3 للاهلي ماشي ونتكلم في ده يوم الاحد ان شاء الله. طيب على صعيد اخر يا حضرات، كرم الكابتن محمود الخطيب بالامس اللاعب مصطفى عسل طبعا لاعب سكواش النادي الاهلي بعد ما توج مؤخرا ببطوله العظماء الثمانيه للمره الثانيه على التوالي، طبعا بعد ما فاز على نظيره نيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا. قام كابتن محمود الخطيب باهداء مصطفى عسل درع وعلم النادي الاهلي طبعا، واعرب عن تقدير كل أعضاء مجلس الإدارة لهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق، واللي الحقيقة بيحمل اللاعب مصطفى عسل مسؤولية كبيرة جدا في المرحلة المقبلة. طبعا شيء عظيم اللي حصل وشيء مشرف وشيء يعني مطمئن للي جاي، احنا عندنا أبطال عالميين بكل ما تحمله كلمة عالمية من مواصفات إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وطبعا دي حاجة تحسب أكيد لكل الناس اللي بيلعبوا في النادي الأهلي في الفرق المختلفة واللي مؤخرا مفرحنا جدا الحقيقة. بس مصطفى عسل يا كريم هنتكلم عنه تحديدا بجد من اللعيبه اللي عندهم انتماء شديد جدا للنادي الاهلي، مش فكره بس ان هو بيتكرم، الفكره كلها ان انت لو شفت التصريحات بتاعته حتى لحظه الفوز بعد ما فاز على طول قال لك انا بشكر جماهير النادي الاهلي، ان كان في ماتش الاهلي وبيراميدز وقتها وفي نفس الوقت الناس كانت بتتفرج، فانت فاهم قد ايه كان في يعني برضو زي ما تقال انتماء او كان في عرفان للجميل، مش هو مش جميل في الاول وفي الاخر، ده احنا يعني ده دورنا والناس بتبقى سعيده وهي بتشجع اي اهلاوي ان هو بيشرف اكيد النادي الاهلي وكمان طبعًا مصر طبعًا. بس انا بتكلم عن عسل تحديدا لان هو عنده ارتباط كبير جدا بالنادي الاهلي، ولما انت بتيجي بعد ما بتفوز وبتوصل لرتب عاليه وبعد كده بتفتكر المكان اللي وقف جنبك والدعم اللي كنت بتحصل عليه، فحلو ده جدا، ده مشهد رائع بصراحه، وانا بحب مصطفى عسل من الناس او اللعيبه اللي انا بحبهم فعلا جدا، فجود لك ان شاء الله للي جاي، وكانت مشهد طبعا حلو جدا التكريم، التكريم المعنوي كمان بيدي دفعه معنويه كبيره، انا بحب جدا اللعبه او الشغل على الحته دي يا كريم، النفسيه بتفرق بشكل كبير جدا. اكيد يعني اي حد بيبذل مجهود وبيشرف النادي اللي هو بيمثله وبيفرح جماهير النادي اللي هو بيمثله اكيد لازم يبقى فيه تقدير، وطبعا دي سمه يعني غالبه على النادي الاهلي من قديم الازل. طبعا عايزين بقى نروح برده للمزيد من الاخبار المفرحه، احنا بنكمل معاكم وبصفه يوميه تطورات مشاركه مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في الجزائر وهران 2022. امبارح حقق عمرو رضا ذهبية جديدة لبعثة مصر
مصر في منافسات المصارعة الحرة بعد ما فاز على منافسه التركي في ميدان 74 كيلو جرام ليحصد الميدالية الذهبية. كمان تم تتويج يحيى حافظ بفضية وزن 65 كيلو جرام مصارعة حرة، وحقق يوسف حميدة الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 125 كيلو جرام مصارعة رومانية، ليرتفع رصيد مصر من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في يعني الساعات القليلة الماضية، وإن شاء الله اللي جاي أفضل، ومستنين منهم المزيد من الإنجازات والمزيد من الميداليات. طيب نخش بقى في تفاصيل أكتر، لأن بصراحة هذه البطولة يعني أثبتت قد إيه إحنا عندنا أبطال بجد بجد، يمكن البعض ما كانش يعني ملتفت ليهم، لكن هم اللي فرضوا على الساحة وعلى الجماهير وعلى الأرض الالتفات ليهم بجد. يعني عارف أنت من كتر ما بتحقق اسمك بتحقق نجاحات بتدي الناس تقول هو ده مين؟ في ناس كتير، خليني أقول لحضراتكم ده شيء ممكن يكون محزن شوية، من أبطالنا اللي بيشاركوا في هذه البطولة مش معروفين. يعني ناس بتقول لك إيه ده الله، بس هم ما يعرفوش مين هذا البطل. البطل ده حقق نجاحات كبيرة جدا، رفع اسم مصر في حافل دولية مختلفة، فعشان كده إحنا لازم نسلط الضوء عليهم. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل مع الأستاذ علي البحيري الناقد الرياضي. يعني أستاذ علي طبعا صباح الخير في البداية على حضرتك، ومبروك علينا هذا الإنجاز اللي كل يوم بيزيد، بصراحة حاجة فعلا مشرفة جدا. طبعا صباح الخير يا نوان، صباح الخير يا كريم، وصبح على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. صباح الفل. حاجة محترمة وعدد ميداليات متنوعة حتى هذه اللحظة بنتكلم في دورة ألعاب البحر المتوسط. خلينا ناخد منك كده برضو يعني بعض التفاصيل عن المشاركة المصرية والألعاب المختلفة في هذه البطولة، وهل كان متوقع أصلا هذا العدد من النجاحات ولا لا؟ برضو أستاذ علي تفضل. طبعا زي ما حضرتك قلتي وقريتي في الأخبار، يمكن فعلا مصر بتشارك في دورة ألعاب البحر المتوسط طبعا بمدينة وهران في الجزائر. يمكن مصر مشاركه في 19 لعبه ب 184 لاعب ولاعبه، يمكن بس الثلاث العاب اللي مشاركين فيهم هم السباحه وكره القدم والدراجات. شايف ان البعثه بتحقق في اول ثلاث ايام نتائج كويسه جدا، 15 ميداليه يمكن اربعه ذهب تفضل وسته برون. مصر في المركز الثالث خلف طبعا الجزائر وخلف تركيا، كنت في المركز الثالث في جدول ترتيب ميداليات طبعا بعد اليوم الثالث. شايفين طبعا خمس تحديات، ريال اشرف في الكاراتيه ويوسف بدوي في الكاراتيه وعمر رضا ذهب في المصارعه الحره، وعندنا منتخب تنس الطاوله طبعا ذهب طبعا في الفرق مع مريم السيبي ودينا مشرف وهانا جول طبعا ابطال النادي الاهلي. يعني انا شايف النتائج لحد دلوقتي نتائج كويسه جدا. يمكن امبارح حققنا ثلاث ميداليات طبعا ذهب وفضه وبرونز. انا شايف كمان امبارح في انجاز محدش طلب السوق عليه بشكل كافي، يمكن في بطله امبارح يمنى عياد في عندها 19 سنه في الملاكمه. الملاكمه النسائيه عمرها في تاريخ مصر ما حققت ميداليه في دوره ألعاب البحر المتوسط. امبارح يمنى تاهلت لدور نصف النهائي وهتلعب يوم الخميس ان شاء الله. هي دمرت ميداليه لاول مره في تاريخ مصر في الملاكمه النسائيه، وطبعا ده انجاز كبير. خلي مصر تاخد الميداليه رقم 84 في تاريخها في الملاكمه، واول ميداليه تاريخ الملاكمه النسائيه، وده هيبقى يوم الخميس ان شاء الله، فضمننا ميداليه جديده. عظيم، كل اللي تم انجازه حتى هذه اللحظه الحقيقه حاجه عظيمه ومشرفه. طبعا عايزين نعرف من حضرتك بقى ابرز المنافسات اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي متوقع ان لاعبتنا ولاعباتنا يحصدوا ميداليات فيها. اعتقد يمكن النهارده في الجودو طبعا عندنا بطلنا محمد عبد العال ويسري حسين طبعا نهائي الجودو طبعا مرشحين لميداليات طبعا كبيره. عندنا طبعا بطله العالم سمر حمزه برضه مرشحه في المصارعه الرومانيه لميداليه، هتلعب على الكروسيه هي وشيماء عاطف كمان. فاعتقد ان كمان في التنس الثوره طبعا بطلتنا المعجزه هنا جوده نجمه النادي الاهلي طبعا البطله التاريخيه هتلعب في دور الثمانيه في الفرد التاهيل بعد ما حققت ذهبيه الفرق. فاعتقد ان هي ممكن تاخد ميداليه النهارده. احمد صالح وعمر عصر برضه عندهم برضه فرصه الميداليه في تنس الطاوله. اعتقد عازم حلب بطل العالم في الرمايه برضه النهارده هيبدا وهيلعب في النهائي في التصفيات النهائي، فاعتقد برضه عنده فرصه الميداليه. ففي اكثر من ميداليه النهارده مرشحه مصر تجيها، ده غير طبعا ان مصر طبعا تاهلت منتخب اليد للدور نصف النهائي، ومنتخب الطايره رجال والسيدات للدور ربع النهائي، فبرضه مصر مرشحه باكثر ميداليه، غير طبعا الالعاب الاحتفالات في خلال يا مسهل الحال. بالظبط. ان
شاء الله. ان شاء الله خير. نشكرك جدا استاذ علي، واكيد تغطيتنا مع حضراتكم مستمره على قناه الاهلي كمان تحديدا عن هذه البطوله. طيب نكمل بقى مع حضراتكم برضو وننتقل شويه عالميا. حصد توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونخ الالماني جائزه الافضل في النادي ده، كان على الموسم القاري الماضي 2021/22 بتصويت هنا كان الجماهير متفوقا، وكان الموضوع غريب شويه لان روبرت ليفاندوفسكي الناس كلها كانت بتقول لك لا طبعا هو اللي هيحصل عليها، لكن صحيح. اللي حصل عكس ذلك. كمان جمال موسيالا سوري، وكان بايرن ميونخ كمان كان جدد عقده مع توماس مولر اللي حضراتكم اكيد تابعته لغايه موسم 2024. واصلا احنا معانا خبر خاص بالميركاتو النهارده هنعرضه على حضراتكم، لان موسم التنقلات بدا وارقام بتتطرح بشكل كبير، فهيبان على كل حال لان برده في اسماء معينه مع بعض الجماهير حابين ان هم يعرفوا ما هو الجديد عندهم. ف ده كان بس كده خبر سريع جدا، بس لسه معانا الخبر القادم هيكون فيه تفاصيل اكتر عن حركه التنقلات في الفقره الاخباريه. بالنسبه بقى لتفاصيل درجات الحراره وحاله الجو ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه هيمدنا بيها مشكورا دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير استاذ كريم استاذ نهاوند، اهلا بيكم يا فندم وكل الساده المشاهدين. صباح الفل على حضرتك. اهلا بيك. عايزين نطمن بقى كالعاده من حضرتك على ان شاء الله الايام اللي جايه جو متوقع يبقى عامل ازاي؟ هل في موجات حاره متوقعه ولا لسه شويه على الحكايه دي؟ لا والحمد لله لسه الاجواء مستقره بشكل كبير، يعني لسه درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه، مفيش موجات شديده الحراره خلال هذه الفتره. الويك اند الحمد لله درجات الحراره فيه 33 درجه مئويه في الظل طبعا على القاهره، دي تعتبر درجات حراره ممتعه جدا خلال هذه الفتره. حتى الرطوبه لسه طبعا ما ارتفعتش بشكل كبير، ما تجاوزتش لسه ال 80% حتى على القاهره الكبرى والوجه البحري، لكن طبعا ما فيش كلام بتصل الى 90% على سواحلنا الشماليه. يعني نعتبر اجواء مستقره خلال هذه الفتره. طبعا الاستمتاع بالشواطئ اللي تطل على البحر المتوسط في الويك اند تعتبر افضل المناطق في جمهوريه مصر العربيه خلال هذه الفتره لقضاء عطله عيد. حلو ده. حلو، خبر حلو منك، بقى لنا اسبوعين ما بناخدش اخبار حلوه يا استاذ دكتور محمود. بس الحمد لله الدنيا مستقره حتى في باقي الجمهوريه، اللي مش هيروح للسواحل فبرضه الاجواء مستقره داخل الوجه البحري والقاهره. جميل. طيب بالنسبه بقى لارتفاعات نسب الرطوبه وبدايه توالي الموجات الحاره، ده هيبتدي معانا من امتى كده ان شاء الله؟ ولسه الحمد لله حتى الان يعني دخول او امتداد منخفض الهند ما يتوغلش بشكل كبير داخل الحدود المصريه، لسه الكتل الهوائيه ما تشبعتش بكميات كبيره من الرطوبه او من بخار الماء في البحر المتوسط، من البحر المتوسط او من البحر الاحمر. فالحمد لله لسه يعني الموضوع نخش شويه مع شهر 7 او في النص الثاني من شهر 7 طبعا بتكون المواضيع اكثر تاثيرا ان شاء الله. هو عموما يعني هو منخفض الهند عايز مننا ايه يا دكتور محمود؟ يعني دايما بيتم ذكره مع كل موجه حاره واحنا بنسيح في نفسنا ولازم يتقال كلمه منخفض الهند، مفيش مفر من المنخفض ده خالص يا دكتور محمود؟ لا طبعا مفيش مفر، دي الكتل الهوائيه سائده، يعني الكتل الهوائيه السائده في المنطقه في فصل الصيف. يعني كل فصل من الفصول في كتل هوائيه ثابته او سائده في معظم ايامه. فصل الاستقرار طبعا هو فصل الصيف، مفيش تغير وتنوع فيه كتير، هما كتلتين اللي بيأثروا علينا في الفترة بتاعة الصيف، الثلاث شهور بتوع الصيف، يا إما منخفض الهند اللي بيخلي درجات الحرارة وارتفاعات الرطوبة تكون كبيرة، أو امتداد مرتفع العروض الوسطى اللي بيكون جاي من جنوب أوروبا اللي بيلطف الأجواء شوية. وده الحمد لله تأثيره موجود علينا خلال هذه الفترة، يعني نقدر نقول إن الكتلتين في ميكس بينهم خلال هذه الفترة. لسه ما توغلش بشكل كبير منخفض الهند عشان يبدا يعمل تاثيره الاكبر ويقلل من تاثير المرتفع على العروض كويس. توقعاتك لماتش النهارده يا دكتور محمود؟ لا ان شاء الله باذن الله يعني نكسب باذن الله ونبقى الفارق بتاعنا الطبيعي الخمس نقط ان شاء الله نحافظ عليهم. وان شاء الله المسيره الطبيعيه بتاعت النادي الاهلي ان شاء الله خير. احنا الحمد لله النهارده كمان ما عندناش غيابات تقريبا، يعني يعتبر التيم كامل او السكواد كامل، فان شاء الله خير. انا متفائله، انا قلت 3-1 هيبان. هيبان. شكرا كلها ان شاء الله. ان شاء الله خمس نقط فارق اللي يريحنا حتى نهايه الدوري ان شاء الله. اشكرك جدا دكتور محمود على المداخله دي، شكرا لحضرتك.
طيب احنا نطلع فاصل وايه رايك ونرجع نكمل؟ رايي كده. يلا بينا فاصل وعودة العشرة الصبح في الاهلي، خليكم معانا. مش عارف ما قلنا التوقعات، لو تخشوا على تويتر تشوفوا الناس بتتوقع ازاي، وفي ناس بتقول احنا هنصدقك، لا ما تصدقونيش قوي. يعني انا بقوله خلاص، يعني ان شاء الله انا بتمنى ده، لان برضو تقرا المشهد من بره، الترتيب في الجدول، فكر كابتن سامي، فكر كابتن بسيوني، بتقارن ما بينهم. وعلى فكره هو فكر كابتن بسيوني برضو قريب لحد كبير من التكتيك بتاع الاهلي، هو برضو بيلعب على الكرات المرتده وفي نفس الوقت برضو بيدافع بشكل كبير، يعني هيبان على كل حال. بس انا بقول تاني اهو بكررها، 3-1 ان شاء الله للاهلي. يا مسهل، خلينا نتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه من زميلتنا العزيزه سلا حامد، هي موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سلا صباح الخير. صباح الخير يا نهواندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلتي بالفعل يا نهواندو، حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه، وبالاخص فريق الاول لكره القدم اللي النهارده ان شاء الله عنده مباراه مهمه مع نادي سموحه تحت قياده الكابتن سامي قمصان المدير الفني المؤقت لفريق النادي الاهلي. يمكن النهارده زي ما قلت في مباراه مهمه مع نادي سموحه في الجوله 23 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، واللي هتقام النهارده إن شاء الله في تمام الساعة 9:30 مساء على استاد الإسكندرية في مدينة الإسكندرية. يمكن خليني أقول لك يا كريم، وطبعا أقول لك أنا هوند، إنه إمبارح الفريق يعني نهى وكان بيواصل التدريبات بشكل طبيعي ونهى كل استعداداته على ملعب مختار التتش، وبعد التمرين الفريق بالكامل والجهاز الفني اتجه لمدينة الإسكندرية عشان يدخلوا في معسكر مغلق عشان يحافظوا على حالة التركيز اللي هيكونوا فيها قبل المباراة ويكونوا مستعدين للمباراة بشكل أقوى. يمكن كمان امبارح قبل المران كان المران شهد يعني تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي كان حريص ان هو كان يكون موجود امبارح هنهوند قبل التمرين عشان يعني يدعم الفريق قبل مواجهة اليوم امام سموحة، وطبعا يتكلم شوية مع الفريق ويحفزهم عشان يعني يفوزوا النهارده في المباراة ويأدوا اداء يعني المتميز دايما متعودين عليه من لاعبي النادي الأهلي عشان يحصلوا على 3 نقاط ويرجعوا تاني للمركز الاول في ترتيب جدول الفرق في بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. يمكن كمان بعد المران مباشره الكابتن الخطيب اتجه للمبنى الاجتماعي داخل مقر النادي الاهلي عشان اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، واللي كان موجود امبارح بعد العصر في مقر النادي الاهلي بالجزيره لاتخاذ يعني بعض القرارات اللي تخص الملفات يعني مختلفه لقطاعات لنادي الاهلي للفترة القادمة. ويمكن أبرز القرارات دي وأبرز الملفات اللي اتكلموا فيها أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي يعني تخص اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لكافة الفرق النشاط الرياضي سواء الجماعية أو الفردية للفترة القادمة وللموسم الجديد. كمان مجلس إدارة النادي الأهلي يعني وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة اليد رجال في بطولة البوسنة الودية، ودي اللي هتقام ما بين يوم 23 ليوم 27 من شهر أغسطس المقبل. وكمان مجلس إدارة النادي الأهلي وافق على استضافة المعسكر التدريبي لمنتخبين، منتخب الكويت ومنتخب المملكة العربية السعودية، وده هيكون للعبة تنس الطاولة في مرحلة العمومي رجال، واللي هيستضيف التدريبات دي هيكون صالات تنس الطاولة في فرع النادي الاهلي بمدينه النصر. يمكن ده يعني بيورينا يا نهواندو يا كريم انه العلاقات الوديه وان في علاقه يعني كبيره بتربط ما بين النادي الاهلي وجميع المنتخبات والانديه اللي موجوده سواء في الكويت او المملكه العربيه السعوديه. كمان يعني من ابرز القرارات والاخر قرارات اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي هي تجديد لكل المديرين والمتعاقدين في الادارات التنفيذيه حتى يوم 31 ديسمبر القادم. يمكن دي كانت قرارات اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي امبارح استكمالا لجميع اخبارنا النهارده. كمان خليني اقول لكم ان لجنه المراه تحت رئاسه الاستاذه انهار انديل بمقر النادي الاهلي بالجزيره يعني بالتعاون مع الاداره التنفيذيه وتحت اشراف اللجنه العليا للجان هينظموا بكره ان شاء الله يوم لعضوات واعضاء النادي الاهلي او يعني ندوه تحت عنوان تغذيه سليمه حياه افضل، وهيكون موجود فيها كل عضوات النادي الاهلي وعضوات لجنه المراه، وهيكون كمان متواجد الدكتوره رضوى نبيل اخصائي التغذيه العلاجيه
العلاجيه بالقصر العيني، واللي هتتكلم فيها يعني كل الامور المتعلقه بالتغذيه واهم النصائح اللي لازم يعني يتاخذوها كل الناس وكل اعضاء النادي الاهلي المتعلقه بالتغذيه. كمان هيكون قبل الندوه في العديد من المفاجات والخدمات المجانيه لكل اعضاء النادي الاهلي زي جهاز الانبادي وجهاز يعني قياس السكر، كل ده هيكون بالمجان قبل وبعد الندوه ان شاء الله. فبقول لكل اعضاء وعضوات النادي الاهلي اللي حابب يكون متواجد بكره ان شاء الله الساعه 7 امام شاشه العرض، الشاشه الرئيسيه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن دي كانت نهواندو يا كريم كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم واستعداداته لمباراه اليوم، مباراه سموحه. طبعا بتمنى التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله النهارده يفرحونا كالعاده باداء متميز زي ما بنشوف في كل المباريات في بطوله الدوري. اكيد معاك يا نهواندو ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. تغطيه رائعه منك يا سالا كالعاده، وانا ملاحظه وراكي يعني الجو تقريبا كويس وفي توافد كمان للاعضاء بشكل كبير. بشكرك جدا على هذه التغطيه، وعجبني جدا النقطه اللي هي اتكلمت فيها، فكره ان انا بعمل مع كل ايفنت بيتعمل في النادي الاهلي لاي لجنه من اللجان، وتحديدا لجنه المراه، لان دي مش اول مره بيتعمل اللي هو قياس الان بادي. دي حاجه كويسه قوي از ستارت، لان انا ابتدي اشوف اصلا جسمي فيه ايه المشاكل اللي عنده، ايه اللي انا محتاجه اشتغل عليه، ايه الفيتامينز اللي ممكن اروح والجا ليها. كل الكلام ده الان بادي بيبينه ان هو زي مسح كامل لكل حاجه في الجسم، نسبه الدهون. فيمكن الناس تقول لك الموضوع بسيط، لكن صدقوني لو احنا عملنا ان بادي وابتدينا نشوف المشاكل اللي عندنا ونحلها، فاحنا كده وفرنا سكه طويله جدا. فحلو قوي ان انا اربط اي ايفنت بفكره هنا صحه المواطن عامه او صحه الاعضاء. يعني دايما الخدمات اللي بيقدمها النادي الاهلي لكل اعضائه الحقيقه كلها خدمات اهم من بعضه، وبرده طبعا لازم نقف ولو للحظات عشان نتوجه بكل التقدير للجان المختلفه اللي كل يوم والتاني بتقدم فعاليه ما او مبادره ما مفيده جدا، مش بس لاعضاء النادي الاهلي، مفيده مجتمعيا، ودي طبعا حاجه محترمه جدا. خلونا بقى نروح لحضرات من اهل الجزيره الى ميلانو، وبينضم لنا عبر سكايب الناقد الرياضي الاستاذ احمد صبري. استاذ احمد صباح الفل على حضرتك، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير عليك، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك. الجو في ايطاليا عندك اخباره ايه؟ الدنيا لطيفه؟ والله الصبح بيبقى حر جامد، يعني بتبقى درجه الحراره ما بتقلش عن 33 و34 وساعات اكتر. بالليل بيبقى الجو لطيف بس الرطوبه عاليه. اوكي، على كل الاحوال بتمنى لك يعني اقامه سعيده الفتره اللي انت هتكون موجود فيها هناك. احنا بقى عايزين نعرف منك يا استاذ احمد اهم المانشيتات في كافه الصحف والمواقع الرياضيه المختلفه وبصفه خاصه العالميه منها كمان. بص احنا معانا يا كريم، ممكن نبدا كده مناقشه. طبعا صباح الخير استاذ احمد، خلينا نبدا ب بيتوكوفيتش طبعا، وهو دلوقتي الحديث داير حول ان هو الاقرب لتدريب منتخب مصر. هل الكلام ده بنسبه كام في الميه سليم؟ وفي نفس الوقت برضو لان لما طرح اسمه على الساحه بعض كان بيقول لك لا يعني ما هوش بيحمل السي في الاروع او الافضل علشان اقدر اقول ان هو يعني يدرب منتخب مصر مره ثانيه. يعني خليني اقول باختصار استاذ احمد في تخوفات، فخلينا نعرف منك تفاصيل اكتر، اتفضل. والله بالنسبة للنسبة هو واضح ان هو بقى قريب او بقى المرشح الاول، ولكن في النهاية احنا بعد اللي شفناه مع باولو سوزا لازم نستنى لحد اخر لحظة، لان واضح ان ممكن يحصل تغيرات في اي لحظة. بالظبط، ما كانش حد متخيل اعتقد ان باولو سوزا ما يجيش يعني او ما يبقاش هو مدرب منتخب مصر، كانت كل المؤشرات بتقول ان الاتفاق تم تقريبا. فحتة ان هو نقدر نقول ان هو المرشح الابرز دلوقتي لحد لما يتم الاعلان والتعاقد معاه بشكل رسمي. فلاديمير مدرب كويس جدا، درب هنا في ايطاليا، ليه تجربه مع لاتسيو كانت تجربه ناجحه جدا، ما طولتش قوي لان هو جاله منتخب سويسرا ان هو يدرب منتخب سويسرا وساب لاتسيو، مش هقول في نص الطريق ولكن كان بشكل مفاجئ شويه، ما كانش فيه مقدمات قوي لفكره رحيله، هو كانت علاقته متوتره شويه بالاداره، فلما جاله عرض سويسرا ده ساعده جدا ان هو يمشي ويسيب لاتسيو ويروح سويسرا. في سويسرا كان مستقر جدا ومدرب المنتخب من سنه 2014، كان معاه في اليورو الصيف شغل كويس جدا في سويسرا. اعتقد ان هو تجربته مع سويسرا ومع لاتسيو هي تجارب ناجحه جدا وتجارب مميزه، هو شخصيه قويه، شخصيه منظمه. اعتقد ان هو عنده عوامل نجاح كتير، النقطه الوحيده بس ان انا مش عارف هو فكره العيشه في غير اوروبا وفي دوله اخرى، احنا كان عندنا تجربه مثلا مع ريني فايلر في النادي الاهلي. صحيح. كان عنده مشكله في رتم الحياه وفي العيشه في مصر وفي التعامل مع منظومه
الرياضيه في مصر والتعامل مع ثقافه مختلفه عن الثقافه السويسريه. الثقافه السويسريه تحديدا ثقافه صعبه شويه، مش زي البرتغاليه ولا الايطاليه، مرنه وبتقدر تتعامل. دي النقطه الوحيده اللي ممكن يبقى فيها شويه تخوف، ولكن برضو احنا كان عندنا تجارب ثانيه للسويسريين ناجحه زي جروس مثلا مع الكره المصريه، فاعتقد ان دي حاجه الزمن هو اللي هيجاوب عليها شويه، كلها هيكون كلام نظري في انتظار التعاقد الرسمي زي ما كل الانباء بتشير يعني. طيب انا عايزه اروح معاك لنقطه وبرده نخش في تفاصيلها اكتر خاصه بهذا الخبر قبل ما انتقل للخبر اللي جاي. فكره هنا اعتذار برده البرتغالي باولو سوزا، انا عايزه تفاصيل اكتر منك يا احمد، لان الحديث اللي داير ان هو رفض بناء على مكالمه جات له من كراش وصى او نصحه ان هو ما يوافقش على تدريب منتخب مصر، هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ خلينا نعرف منك. واضح ان الكلام ده مظبوط جدا، وانا كنت يعني انا كنت مستغرب بصراحه لما الكلام كان على باولو سوزا، كنت مستغرب ان يجي مدرب برتغالي ومدرب مقرب على المستوى الشخصيه من كارلوس كيروش في الاوقات اللي كان فيها الصراع عالي جدا ما بين كيروش وبين اتحاد الكوره، وكيروش بيبعت للصحفيين رسائل بيهاجم فيها مسؤولين اتحاد الكوره وكانت العلاقات متوتره. انا بصراحه كنت مستغرب ان باولو سوزا ممكن يتعامل مع المنظومة اللي شخص قريب ليه جدا وشخص هو بيثق فيه جدا وشخص هو بالنسبة له مش هقول مثل أعلى ولكن حاجة كبيرة في عالم كرة القدم بيشتكي منها أو بيقول إن هو عنده مشاكل معاها. علشان كده أنا استغرب أصلا وجود باولو سوزا في المشهد. أعتقد إن اللي حصل في الآخر ده هو الأكثر منطقية، لأن هو الطبيعي إن هو لما حد بيجي يخوض تجربة في مكان جديد الطبيعي إن هو بيحاول يشوف مين يعرفه بشكل شخصي بيثق في رأيه لا يساله. فاعتقد ان اللي حصل ده هو بس حصل بشكل مفاجئ، لان كان الكلام ان باولو سوزا هيوصل خمس ساعات يعني، فكان واضح ان هم عدوا المرحله دي، ولكن واضح ان لا، كارلوس كيروش اتكلم مع باولو سوزا واقنعه ان هو ما يجيش يدرب منتخب مصر في الفتره دي. هو الحقيقه انا عن نفسي يا استاذ احمد مستغرب ان انت لسه بتستغرب من امور متعلقه بالمنتخب وباتحاد الكوره الى اخره. طيب خلينا نعدي النقطه دي ونستغل فرصه ان انت في ميلانو، مش معقول تكون موجود في ميلانو وما نعرفش منك المستجدات في الدوري الايطالي، وخصوصا ان بقى في كلام بيتقال مؤخرا عن احتماليه وجود مباراه فاصله لتحديد البطل في حال تعادل فريقين في النقاط، الى اي درجه هذا الخبر صحيح؟ خبر رسمي من امبارح خلاص. امبارح كان في حاجه زي اسمها المجلس الفيدرالي، دي ده جزء من منظومه كره القدم الايطاليه، واقروا بشكل رسمي ونهائي امبارح ان في حاله التعادل بعد كده ما بين فريقين في النقط مش هيتم اللجوء الى قاعده مجموع المباراتين ولا فرق الاهداف، ولكن هيتم الاحتكام الى مباراه فاصله ما بين الفريقين. الاجواء في الكره الايطاليه اجواء سخنه جدا. الكرة الإيطالية عموما بدأت تتحرك خلال الفترة اللي فاتت بعد سيطرة تامة ليوفنتوس 9 سنين، شفنا إنتر بيكسب الدوري وبعد كده ميلان السنة اللي فاتت لأول مرة من 11 سنة بيكسب الدوري. الكرة فيها تحرك كبير، بدأ كمان يبقى في تحرك على مستوى الانتقالات. يوفنتوس بعد ما ابتعد سنتين، ودي حاجة بالنسبة لجمهور يوفنتوس كبيرة يعني، يوفنتوس مش متعود إن هو يبعد سنتين، أو لو بعد سنتين بعيد عن بطولة الدوري ده لازم يتبعه انقلاب يعني. هو عموما الكره الايطاليه على مستوى المنتخب وعلى مستوى الفرق كمان مش زي زمان يعني، مش بنفس قوه الفرق الايطاليه بتاعت زمان، ولا منتخب ايطاليا زمان اللي كان بيبهر العالم كله في كل كاس عالم بيشاركوا فيه. صحيح مظبوط. الكره الايطاليه بتعاني من مشاكل كثيره جدا، هي ما عندهاش مشكله واحده، هي عندها مشكله اداريه، مشكله تخطيط، عندها مشكله اقتصاديه ضخمه جدا، عندهم ازمات ماليه كبيره جدا. حتى مسؤولين الرياضه في او مسؤولين الكره الايطاليه تحس ان هم متفرغين للخلافات مع بعض والخناقات مع بعض. لما تشوف الاجتماعات بتاعه الجمعيه العموميه بتاعه رابطه الدوري الايطالي لما يكونوا محتاجين ياخدوا قرار، غالبا الاجتماع بيقعد بالثلاث والاربع ساعات، في الاخر بيعلنوا تاجيل والاجتماع اخر، لان هم بيقعدوا ثلاث اربع ساعات يتخانقوا مع بعض ويختلفوا مع بعض في وجهات النظر وبيفشلوا في الوصول لقرار. فالكره الايطاليه بتعاني من غياب التخطيط، بتعاني من ازمه ماليه واضحه جدا، بتعاني على ازمه المنشات يعني. في تصريح لرئيس الاتحاد الاوروبي لكره القدم لما كان بيتكلم عن عمليه تنظيم بطوله الامم الاوروبيه، قال الحكومه الايطاليه محتاجه تغير كتير جدا في الانفراستراكشر الرياضيه في ايطاليا، لان الملاعب في ايطاليا ملاعب قديمه جدا يعني. انا متذكر انا من سنتين ثلاثه كنت في ملعب كييفو، هو ملعب جيد لكن ملعب قديم، لكن عشان اوضح لك قد ايه الصوره ممكن تكون ما حدش يتخيلها، شعار كاس العالم في السكه لسه موجود على البوابات.
جدا يعني احنا مش لوحدنا اللي بتحصل عندنا حاجات عجيبه يا استاذ احمد. لا خالص خالص، هم برضو هنا تعرف اللي دايما نقول احنا ان الايطاليين قريبين من الثقافه الايطاليه والثقافه الايطاليه قريبه، بس صحيح. الناحيه الاوروبيه والناحيه صحيح اللي قبل البحر. اكتر شعب اوروبي قريب لينا فعلا الشعب الايطالي. طيب خليني اروح معاك برضو، لان اكيد انا وكريم كنا قبل الهوا يعني بنتناقش في موضوع الميركاتو، كنا عمالين نقول الارقام وغيره، فخلينا نعرف منك سوق الانتقالات طبعا او الميركاتو بقى في اوروبا والانديه المختلفه، وفي كذا اسم برضو حابب اعرف منك، بس خلينا نسمع منك الاول يا احمد. اتفضل. نتكلم عن الميركاتو، لازم يعني ابرز حدث نتكلم عنه هو ان من حوالي 3 ساعات تقريبا او 4 ساعات بالكثير لوكاكو وصل ميلانو لاتمام التعاقد مع انتر ميلانو. ده الحدث اللي على مدار الثلاث اربع ساعات مسيطر على الاعلام الايطالي وعلى السوشيال ميديا الايطاليه، تصوير لوكاكو. لوكاكو طبعا كان ليه دور كبير جدا في فوز انتر ميلان بالدوري الموسم قبل الماضي بعد غياب سنين طويله جدا، وبعد كده انتقل لتشيلسي ب 115 مليون كاغلى صفقه بيع في تاريخ انتر ميلان. ولكن الحاجه الغريبه جدا ان هو هيعود للاعاره لانتر ميلان بصفقه ثمنها حوالي 8 مليون يورو، يعني هو مشي ب 115 وهيرجع للاعاره ب 8 مليون، صفقه بارزه جدا لانتر ميلان. يوفنتوس بقى خلاص خد خطوات من اتمام التعاقد مع بول بوجبا وانخيل دي ماريا، الاثنين اللعيبه فري، اضافه كبيره جدا للفرقه لو اتم التعاقد معاهم. هم خلاص كل المؤشرات بتقول ان هم توصلوا لاتفاق تام، هم خلاص يعني التفاصيل الاخيره بتفصل الاعلان الرسمي عن الصفقه. ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس هيبدا فتره الاعداد يوم 4 يوليو، وكان طالب من الاداره ان الصفقتين دول بالذات يخلصوا قبل بدايه فتره الاعداد، وان هو عايز اللعيبه تكون معاه من البدايه. ميلان عنده مشكله ثانيه، هو لحد دلوقتي باولو مالديني وبساره الكوادر الاداريه الكبيره جدا اللي كانت ليها دور رئيسي في فوز ميلان بالدوري بعد غياب سنين طويله لحد دلوقتي ما جددوش تعاقدهم مع النادي، وواضح ان في اختلاف شويه مع الاداره، او الاداره ليها حسابات مختلفه محدش فاهمها وبتتعرض لانتقادات شديده جدا بسبب عدم حسم الملف ده اللي مأثر على سوق الانتقالات لميلان. بدانا نشوف يوفنتوس ناشط، بدانا نشوف انتر ناشط، ولكن ميلان عنده مشاكل واضحه جدا رغم ان هو بطل الدوري المفروض ان هو بيعيش افضل فتراته من سنين طويله، ولكن واضح ان ده ممكن يتسبب في ازمه للفريق خلال فتره الاعداد وبدايه الموسم. بالمناسبه ابراهيموفيتش وضعه ايه بقى في اللي بيحصل ده كله؟ ابراهيموفيتش موجود، ابراهيموفيتش موجود، هم حريصين ان هو يبقى موجود رغم ان هو مصاب اغلب الوقت. ابراهيموفيتش عنده اصابه طويله الفتره اللي فاتت، تعرض لاصابه طويله جدا هيغيب عنها فتره طويله عن الملاعب، ولكن هم في ميلان بيقدروا ابراهيموفيتش دوره في غرف خلع الملابس اكثر منه وضع فني. يعني الدوري اللي هم كسبوه هو على المستوى الفني هو ما كانش مؤثر جدا مع الفريق، ولكن هو ليه دور دايما في اوضه اللبس، ليه دور قيادي، ليه دور في بث الروح القتاليه في اللاعبين. اعتقد ان دور ابراهيموفيتش اللي ورا الكاميرا او في غرف خلع الملابس اهم بكثير جدا من دوره اللي بيقوم بيه كلاعب على ارضيه. رائع جدا احمد، احنا بنشكرك جدا، ويعني سلم لنا على ايطاليا بقى من البلاد اللي بحبها جدا جدا، بس انا ما رحتش ميلان، بس رحت روم، بس يعني ميلان كمان بسمع ان هي من المدن الجميله جدا. شكرا ليك يا احمد جدا، اكيد هنتواصل معاك مره تانية. طيب احنا هنسيب حضراتكم بقى مع الفيديو جراف ده وهنروح فاصل بعد كده، وهو هيتكلم عن اغلى الصفقات الصيفيه طبعا والميركاتو في 2022. نروح نتابع ونروح فاصل ونرجع نكمل. اهلا بكل حضراتكم عودة من جديد لعشرة صبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه، وهنلف بلدنا على العجله. دي مبادره لتشجيع المصريين بمختلف
يعني انواع البشر كلهم مدعوين لممارسه الرياضه وتحديدا ركوب العجل، ومش بس ركوب العجل او الدراجات يعني في نطاق ضيق، لا ده كمان الدعوه مفتوحه للسفر ما بين محافظات مصر المختلفه من خلال العجل. عموما هي مبادره يعني جديره بان احنا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيلها، وهنعرف التفاصيل دي من الاستاذ محمد المصري مؤسس مبادره هنلف بلدنا بالعجله. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. ومبادرة حلوة جدا، وانت الموضوع مش وليد امبارح او النهاردة، انت من 2014 في هذه المبادرة، وكان ليك برضو علاقة بمبادرة بتاعت درجتك صحتك وتكرمت على اساسها. يعني ايه حكايتك لأولا حبك للعجل، ايه جات منين يعني، خلينا نعرف. اولا انا سعيد جدا ان انا يعني ضيف في قناة الاهلي. ثانيا المبادرة بتاعتي اسمها نشوف بلدنا على العجلة، هي مبادرة أطلقتها في 2014 شهر 8 بالتحديد. أنا اسمي محمد محمود أبو عزيزة الشهير بمحمد المصري، من قرية حس طبار بمركز بسيون بمحافظة الغربية. طبعا مركز بسيون غني عن التعريف. وإحنا كشباب أخذنا الكابتن محمد صلاح نموذج مشرف وتشجيع لنا في حياتنا. السفر بالعجلة هو جزء من حياتي حاليا. الناس كمان يعني في بداية الكلام عايز أقول إن أنا مش متفرغ أو مش دي الحياة الأساسية في حياتي، فمقيم بيها. دي هوايتك أو ده الشغف بتاعك؟ بالظبط، كل شخص مننا بيكون عنده الهواية وعنده المهنة، ولكن الفرق إزاي إن هو يجمع بينهم الاثنين. وحضرتك طبيعة شغلك الأصلية إيه ومهنتك؟ طبيعة شغلي الأساسية أنا نجار موبيليا، عندي ورشة موبيليا، والدي اللي معلمنا في الورشة ديت، فالحمد لله أساسنا وشغلنا هو الموبيليا. ولكن شكلك العام لا يوحي ان انت من بسيون ولا يوحي بان دي خلفيتك المهنيه. ربنا يبارك في عمرك. تسلم. اتفضل. فدي شغلتي، علشان الناس بتقول مامته وباباه اللي بيصرف عليه. انا من قريه ريفيه بسيطه جدا، عايش في مجتمع ريفي، بشتغل بضغط وبضغط نفسي في الشغل وفي العمل علشان اقدر افرغ الطاقه السلبيه او الطاقه اللي عندي على الطريق، اشوف اماكن جديده ما اعرفهاش. ليه اخترت العجله؟ حلو ده. ليه اخترت العجلة؟ العجلة بتخليني جزء من الطبيعة اللي بمر بيها، بكتشف كل تفاصيل اللي أنا بمر بيها. طبعا في الفترة الأخيرة طبعا كنا بنعاني معاناة شديدة، الناس مش متقبلة الفكرة، الأهل نفسهم برضو أنت بتعمل إيه اللي أنت بتعمله ده؟ يعني انتوا بتنزلوا جروبس، يعني في البعض بيبقى في الشارع بتبقوا عدد، فالناس مش متقبلة الفكرة ولا إيه اللي مش متقبل؟ هو مش متقبل فكرة العجلة أساسا، يعني سواء فرد بشخصه أو سواء مجموعة والله. ولكن احنا حاليا في الوقت اللي احنا فيه بعد ما سيادة الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لك الرياضة أمن قومي، تمام، ويشدد على الأمر ده واهتم بالرياضة وبيهتم يعني بالأخص الدرجات، وبدأ ان هو يركب وينزل ويتمرن وينزل ويشارك مع الشباب، فبقى امر واقع خلاص. بقى امر واقع وبدات الناس يكون عندها وعي، وهو ده اللي احنا كنا بنعاني منه. احنا محتاجين يكون في وعي علشان الناس تحترمنا على الطريق. احنا لنا اصدقاء بيموتوا كتير ومات إيه كتير. والله مات شباب كتير جدا، واخرهم صديقنا الكابتن. لا معلش، بيموتوا وانتوا بتلفوا جروب مع بعض؟ بالظبط كده. والله عربيه بتخبطه وبتكون متعمده. يعني لنا صديق ايه ده، الكابتن كيكي في أسوان، أحمد كيكي، كان نموذج مشرف جدا للشباب وبدأ عمل طفرة كبيرة جدا في مجال الدرجات، ولكن القدر. فإحنا عشان كده بنقول عايزين توعية. يعني كان اوقات بيبقى قصده ان هو يخبط الشخص، ايه ده في هو كده؟ احنا مش عايزين توعيه، احنا كده عايزين تربيه. والله برافو عليك. ما هي علشان الناس ما عندهاش فكره. انا عايز اقول لحضرتك بنكون ماشيين تلاقي العربيه جايه انت هو يقول لك ده ماشي، هو بيعمل ايه اللي بيعمله ده؟ اللي هو بيعمله ده راكب عجله؟ في حد بيركب عجله جدا الحقيقة. في حد بيركب عجله؟ في على فكره. انت بتعمل حاجه مالهاش 30 لازمه؟ روح شوف لك شغلانه. ما سالناش رايك برضو. ايه ده، انت عصبتني. حاجه بجد، حاجه مؤسفه جدا ان انت بتتكلم. لا بس كان في صوره تحت الميه، لا اشرح لنا اكتر لو نرجع لها. يا ريت الصوره ترجع. دي صوره لطيفه جدا وكانت نقله في حياتي كبيره جدا الصوره ديت، لان انا مؤمن دايما بمقوله دايما بقولها لنفسي: إذا أردت أن تحصل على أشياء لم تحصل عليها من قبل فعليك أن تفعل أفعال لم تفعلها من قبل. أيوة مظبوط. كلنا بنركب عجل، بس أنت تكون مختلف. ده اختلاف شديد. في اختلاف أكتر من كده. دي كانت رحلة من بسيون لدهب بالعجلة، وصلت في 8 أيام. لا معلش ثانية واحدة، رحلة من بسيون
من طنطا لدهب 8 ايام على الطريق. تحت المايه دي كانت لا فين؟ لا طبعا. لا انا فاهمه، بس تحت المايه دي كانت فين يعني؟ في دهب دي. بعد ما وصلت دهب بقى. بالظبط. قررت ان انا اغطس بالعجله وبالشيل بتاعتي وبالخوذه، حتى فريق الغطس قال لي انت مجنون ايه انت بتعمله ده؟ قلت لهم هو الجنون واللحظه دي اللي انا هعيشها. العجله كنت اخترت عجله معينه علشان تستحمل معايا، كانت العجله دي موديل مش منتشر اسمه جالاكسي، فنزلت بيها تحت المايه. الصوره ديت يمكن المصنع انا ما تهيأليش ان الصوره دي في زيها في العالم كله معايا يعني، فيديو دي لقطه ما اعتقدش ان حد خدها قبل كده بعجله تحت المايه، دي جديده على الاقل. في ناس اتجوزت تحت المايه بس العجله بس جديدة. عجله لا اللي كمان الصوره ديت صفحات دهب كلها نزلتها، يعني هي كانت دعم للسياحه. احنا بنتكلم كمان ان احنا بنعمل دعم للسياحه الداخليه بقدر ما يعني بنقدر، زي ما بنعمل يعني بنحاول بقدر الامكان نلفت انتباه الناس. فاذا كده اذا اردت ان تحصل على اشياء لم تحصل عليها من قبل فعليك ان تفعل افعال لم تفعلها من قبل. الحلو فيك كمان يا محمد ان انت بتاخد شغفك الشخصي ومش بتحتفظ بيه لنفسك من خلال ممارستك مثلا لركوب الدراجات، لا ده انت بتحول شغفك لمبادرات مختلفه كلها فيها توعيه وفيها تنميه وفيها يعني بتحاول تخلي الناس تتفرج على جمال بلدنا وتقدم لهم نصيحه لممارسه الرياضه. حلو ان انت بتحول ده لمبادرات يعني عامه. ما هو ده اللي بنتكلم فيه يعني. في شباب دايما يقول لك يا عم انت بتحب الشوق واللقطه. انا كمحمد بحب الشوق واللقطه علشان الشوق واللقطه على فكره مش غلط يعني، علشان ابين جمال بلدي للناس وانا بعمل رحله لنفسي بس. ما انا بعمل رحله ليا وليك، شوف عيون مصر بعيوني. زي ما انا احيانا 90% من الاماكن اللي رحتها ما رحتهاش عشان شوف يعني شفتها في كتب عندنا او شفتها في التلفزيون، شفتها الاجانب جم نزلوا مصر وورونا الاماكن دي. احنا كمصريين فين دورنا ان احنا نسهر الاماكن دي؟ ايوه. فين الاجانب بتيجي من جميع انحاء الدول وعايزين يستقروا في مصر؟ احنا بنطالب ان احنا نطلع بره مصر واحنا ما نعرفش غير القلعه والاهرامات. احنا عندنا لما ننزل الصحراء شوف جبال الكريستال في الواحات البحريه والفرافره، شوف الصحراء البيضاء اللي كانت قاع بحر والصخور تكونت بقت على هيئه حمام وعلى هيئه بني ادمين. والله برافو عليك. انت عندك كام فولور تقريبا يعني؟ عندي على الاكونت الشخصي بتاعي 50,000، عندي على البيج الرسمي اللي هنشوف بلدنا على العجله 54,000 لسه. وفي ازدياد يعني حلو جدا. لا وكمان الريتش عندي، انا مش مهتم بالعدد بالظبط ولكن الريتش عندي عالي جدا. انا عندي في احصائيه كل فتره بدخل اشوفها على كل 28 يوم بتنزل لي بالظبط على البيج الرسمي اللي هنشوف بلدنا على العجله، بلاقيها معديه مثلا 800,000. حلو جدا. فالريتش عندي كويس وعالي. الناس عندي يعني في بعض المعدين لبعض القنوات الفضائيه متابعين الصفحه عندي، المكان اللي بروحه يدخلوا يكلموني ويروحوا صوروا فيه. الجزء الثالث لمسلسل ابو العروسه ده اتصور بعد ما انا كنت نزلت في 2015 الشخلوبه، محدش كان يعرف عنها حاجه. فده لفتة جميلة. أنا بكون مبسوط، مش شرط إن أنا أكون ضيف في البرنامج، مش شرط إن أنا، ولكن بس أنت قدمت حاجة مفيدة بالزبط للمجتمع. أنا بكون سعيد جدا. حلو. عشان كده دايما بقول لعجلتي، بقول إن عشق لدراجتي حقق حلم طفولتي، فخطيت الليل والنهار بين الجبال والأغوار، ورفعت أعلام بلادي على منصات الانتصار، فأنت يا مصر أسنى غايتي ورسالة السلام في ذاب عودتي. لأن أنا بوصل رسالة للعالم بأن طرق مصر تتمتع بالأمن والأمان عبر الطرق الصحراوية والزراعية. بوصل رسالة إن إحنا ما نعرفش عن مصر حاجة، شوفوا الجمال. في كرة فيها جمال، هو ده الريف في حاجة اسمها السياحة الريفية والسياحة العلاجية والسياحة الرياضية. تمام. إحنا عندنا في وزارة الشباب والرياضة إحنا طالبنا إن إحنا نطبق قسم السياحة الرياضية مش مفعل. تمام. وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي بسم الله ما شاء الله وزير نشيط، ولكن عايزين احنا بنطالب ان عايزين الرياضه الدرجات ديت في حاجات كتير جدا هتبرز المعالم الموجوده. انت ملف السياحه الرياضيه ده لازم تكون تشتغل بيه على تشتغل فيه مع بالتنسيق مع الوزاره. انا بكلمك بجد سواء وزاره السياحه او وزاره الشباب والرياضه، لان احنا محتاجين نماذج زي دي اصلا. طبعا. يعني احنا عمالين نقول السياحه الرياضيه السياحه الرياضيه، انت عندك نموذج مصري قايم بالدور ده من غير حتى صحيح. ما يبقى بشكل رسمي اوفيشال موجود بالزبط. فانت ده اللي احنا محتاجينه. احنا عندنا كمان ما هو ده احنا بنعاني من نقطه مهمه جدا، احنا مهمشين. انا كمحمد مهمش ازاي؟ في مش بالشرط، انا كان في فكره في رحاله كتير قوي، في ناس بتسافر كتير، ولكن ممكن يكون في مهرجان للدرجات بينعمل ما يجيش محمد اللي يمثله، يجيب حد لا يفقه حاجه عن المجال ده يمثله. تمام.
الدوله النهارده شغاله بسياسه جميله جدا. افتتاحات المدن الجديده اللي بتتعمل بتنفتح بمهرجان درجات. فبتدي لفته جميله وبتبين، يعني انا عامل ماراثون درجات وببين معالم المكان الجديد. وكان ليا فخر وشرف ان انا اكون جزء من افتتاح جزء المرحله الاولى والثانيه في العالمين، تمام؟ وكنت مرافق شخصي لرئيس مجلس الوزراء في المرحله الاولى. طب مهمش ليه؟ عايز ايه تاني؟ ما هو لا مش عارف انا حلو مش مهمش ليه ما حلو ده احنا اللي مهمشين. لا لا والله يعني المقصد احنا عايزين نكون موجودين في وسط الحاجات ديت، متطوعين بدون اي مقابل. احنا بنحب بلدنا. الرئيس بادئ يشتغل، احنا كشباب عايزين نشتغل معاه، تمام؟ المدن الجديده النهارده بيعمل بنيه اساسيه لكل وبنيه تحتيه لكل شيء، لرياضه الدرجات، لرياضه المشي، كل شيء النهارده بينعمل. صح، بيتربط بالرياضه. احنا كشباب احنا يعني احنا متحمسين عايزين نشتغل. طب انا عايز اسالك بقى اكتر عن المبادره، عشان لو حد بيتفرج علينا وانترستد ان هو يروح، يعني عنده الرغبه. انت ممكن مثلا بتمشي من منطقه لمنطقه، من محافظه لمحافظه، بيبقى في ستوب او في بريك في النص، يعني كلمنا اكتر الصعوبه بتبقى ازاي؟ مش كل الناس بتقدر تمشي مسافات طويله كده بالعجل، ففهم الناس اكتر ازاي ده بيتم. اللي حصل معاك في رحله الثمان ايام دي اللي ما بين مثلا في 16 يوم رحله اسوان، من طنطا لاسوان في 16 يوم قبل كده، وبتقفوا في اماكن وبتعملوا كامبينج، يعني انا في اولا انا 90% من رحلاتي بتكون 90% رحلات فرديه، و10% بتكون رحلات جماعيه. وليا فخر ان انا اكون عضو من اعضاء جروب اسمه جروب مشوار، وهو ده اكبر جروب ترحال في مصر. مؤسسه الدكتور ايهاب حافظ، ده كان لاعب دراجات، بدا ان هو ياسس تيم، وبدا ان هو يسافر مع يشجع مجموعه من الشباب. واول تيم انا نزلت معاه في حياتي كان تيم اسمه بايرتس بايك، اتمنى ان هو يعود تاني وينزل على الساحه، تمام؟ بايرتس بايك هو من القاهره، كان بيعمل رحلات 10 15 كيلو داخل القاهره، اما تيم مشوار هو بيعمل رحلات خارج المحافظات. اوكي. اي حد عايز يبدا ازاي؟ اولا العجله النهارده متوفر بكل الاسعار المناسبه، في اكتر من شركه موجوده على الساحه واسعارهم كويسه. هتجيب عجله تكون الومنيوم، يفضل انها تكون الومنيوم، العجله بتكون كويسه. هتمرن اولا العجله لازم تكون بتحبها، يعني انا عشان اركب عجله اكون احبها عشان اركب وامشي واسافر بيها. تدريجيا لو انا ركبت ومشيت مثلا 3 كيلو 4 كيلو كل يوم، بعد كده همشي 6 كيلو، بعد كده هتلاقي المسافه بتكبر معايا وانا حبيتها. لان حضرتك اتكلمت في بدايه الامر كلام، يعني انا مش عايزين نعيده، فيها يعني مفيده وفيها صحيا معنويا من فوائد الرجاء كتيره جدا. يعني قالت حوالي 10 حاجات كلها حاجات صحيه. انا يعني انا بقيت يعني انبسطت ان هي عملت سيرش وعرفت الدنيا دي فيها ايه، تمام؟ علاج السكر ملوش علاج، الدراجه اللي هي العلاج بتاع السكر، تمام؟ الله فعلا. فتدريجيا لما اركب، يعني انا النهارده عملت 3 كيلو في ساعه مثلا، بعد كده هعملهم في ساعه الا ربع، بعد كده هعملهم مش عارف ايه. صح. زي بدايتي في حياتي اول ما بدات من القريه من عند طنطا عملتها في 7 ساعات، النهارده باخدها في ساعه الا ربع، تمام؟ كل يوم الحلم بيكبر والمسافه بتكبر، تمام؟ احنا هنتابع معاك بقى احلامك، وتحديدا اللي منها بيتحول لحقيقه وواقع ان شاء الله الفتره الجايه. انت بتعمل حاجه مختلفه، والمهم او الاهم ان انت بتعملها بحب، والشغف باين حتى بطريقتك في الكلام. احنا بنشكرك على وجودك معانا، نورتنا النهارده. ربنا يبارك في عمرك. انا طبعا بشكركم وبشكر كل الناس اللي شجعتني، واشكر والدي ووالدتي وزوجتي، وبشكر الاستاذ عرابه مرجونه وكل الناس، وبشكر طبعا قناه الاهلي. انا فرد من جمهور الاهلي، وبالتوفيق ليه النهارده ان شاء الله. نورتنا يا محمد، وكل التوفيق ليك. انت بتعمل حاجه حلوه، انا مش بجاملك بجد. استمر، حتى لو لقيت صعوبات استمر. السياحه الرياضيه من اهم الملفات اللي المفروض احنا بنشتغل عليها، وراديو الدوله مهتمه بيها. فكل القصه بس ان احنا عايزينك تلمس بشكل رسمي شويه مع الوزارات المعنيه، عشان تقدر حتى يبقى في دعم ليك. ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. تحياتنا وسلامنا لاهالينا في بسيون اكيد. احنا هنروح فاصل سريع جدا وهنرجع، عشان عندنا بقى ملف الكره والاهلي والماتش ان شاء الله اهلي وسموحه. بعد الفاصل وهنستقبل كمان كابتن محمد حشيش، خليكم معانا.
لما بنقول الاهلي بينحضر ما بنتكلمش عن اللعيبه بس، بنتكلم عن كل شيء حتى الجهاز الفني. شفنا الفتره اللي فاتت كابتن سامي قمصان قد ايه قدر ان هو رغم الصعوبات، ورحيل موسيماني في توقيت يمكن ما كانش الافضل تماما، وعندك غيابات وعندك توتر وعندك ضغط وعندك تلاحم واصابات كتيره، لكن قدر كابتن سامي ان هو فعلا ياكد المقوله الاهلي بمن حضر. شفنا ماتشات بصراحه محترمه جدا جدا جدا، اداء على الارض، شفنا تفاني من اللعيبه، شفنا اداء حتى على الشكل مش بس الفني، النفسي واضح جدا في الملعب ان هو في فرق كبير جدا، الروح المعنويه رجعت تاني، الروح القتاليه رجعت تاني، لسه عندنا اخطاء صغيره او حاجات او امور عايزين نشتغل عليها حقيقي، هنتكلم في كل ده لان لازم الواحد يعبر ويتكلم بشكل فيه نوع من الشفافيه. خلينا نرحب بالكابتن محمد حشيش نجم الاهلي السابق ونتناقش في كل ده. يا صباح الجمال، صباح الفل، صباح الفل. منورنا كالعاده كابتن حشيش، بنبسط جدا وحضرتك موجود معانا. وخلينا نبتدي باللي نهاوند اشارت ليه، لان احنا فعلا بنتكلم على ان دي فتره من زوايا كتير تعتبر استثنائيه بالنسبه للنادي الاهلي، ابتداء من رحيل موسيماني، ده يشمل كمان شيء من الغموض اللي كان موجود قبل ما يرحل موسيماني، اصابات، غيابات الى اخره. ومع هذا نقدر نقول ان كابتن سامي قمصان لو مسكناها بالورق والقلم عامل شغل اكتر من رائع الحقيقه. لعبنا لغايه دلوقتي 5 مباريات تحت قيادته، فزنا في 4 وتعادلنا في 1. فتقييمك للفتره الاخيره دي مبدئيا ايه، وبعد كده ندخل بقى في التفاصيل. بص انا عايز اقول لك ده مش غريب على النادي الاهلي، يعني لو مسكنا التاريخ كده من زمان ولاد النادي الاهلي بيظهروا في الاوقات دي. يعني شفنا اكتر من فتره قبل كده من كذا سنه برضو مدرب اجنبي يمشي، كابتن زيزو يبقى موجود يشيل الليله ويعدي بالنادي الاهلي في مباريات وبطولات، كابتن فتحي مبروك برضو بعض الاوقات، عبد الشافي، محمد يوسف، محمد حسام البدري بعد جوزيه، يعني مرورا بقى بالناس دي كلها لغايه سامي قمصان. فالنادي الاهلي ما بيختاروا بيختار واحد من ولاد النادي الاهلي بيبقى ده مؤهل للقصه دي. مؤهل مش بس فنيا طبعا بيتعلم من المدير الفني الاجنبي وبياخد منه خبرات وكده، انما شخصيته كمان بتبقى قادره على انه يخوض الفريق في اي دروب يحصل او اي حاجه تحصل زي اللي حصلت مثلا المشيان المفاجئ طبعا للموسيماني. فسامي عمل شغل كويس خلال الفتره اللي فاتت، عجبني جدا بالتحديد ماتش بيراميدز. كان واقعي جدا جدا مع فرقه النادي الاهلي، حاسس ان في اجهاد، حاسس ان في نقص في مراكز، ناس تقيله ناقصه بالذات في حته الديفنس، فلعب بالطريقه اللي هي يعني تناسب ظروف النادي الاهلي في المباراه. لعيبه مجهده زي ما قلت، في نقص كده، بلاعب فرقه عندها لعيبه كويسه خبرات من احسن اللعيبه اللي موجودين في الساحه في بطوله الدوري. صحيح. فابتدى يلعب بالطريقه اللي هي تناسب النادي الاهلي، انه قفل الحته اللي ورا دي خالص، ادى البيراميدز الحاجه اللي بيحبها اللي هو الاستحواذ، استحوذ زي ما انت عايز، واحنا نقدر نخطف الاجوان اللي جات فعلا الكورتين وان كانت خطره. وطبعا طبعا يعني عايزه تتوزن بالظبط، ما هي دي بص ما هي اي حاجه في الدنيا لازم يبقى فيها جزء من الريسك. كذلك برضو يعني طبعا الجون اللي جابوه ده طبعا نتيجه الغلطه طبعا، يعني ما بتحصلش كتير، وارجو ان طبعا الشناوي يتعلم من الخطا ده. ممكن اللعيب مهما كان من خبراته كده وكابتن النادي الاهلي بيفقد التركيز يعني لثواني. عايز اقول برضو ان الحكم برضو يعني اخطا في الكوره بتاعه الشناوي دي، عشان ما حملش يعني الشناوي الخطا كله، هو خطا طبعا وانه اتاخر وكل حاجه، انما في بعدها طبعا ماسك من الفانيلا بتاع الشناوي، حتى الكوره كمان بتاعه رامي مع عبد الله السعيد ما فيش زق ولا حاجه، انا كنت في الملعب وجنب الكوره وشايفها طبعا. فانما الحمد لله ادينا الغرض المطلوب، كسبنا وطلعنا بعد كده للدور اللي بعده اللي هنقابل ان شاء الله بتروجيت يوم السبت ان شاء الله. المكسب يأهلنا لنهائي البطوله، ودي اسمها بطوله برضو، بطوله كاس مصر ايا كانت بقى بتاعت 4 سنين فاتت اللي السنه اللي جايه، خلاص احنا السنة اللي جاية على كده كله دخل في بعض بس بالظبط، انما في الاول وفي الاخر بطوله كاس مصر. اوكي. المباريات اللي جايه خلال الفتره الجايه وهنتكلم عليها بما فيهم طبعا مباراه النهارده، لسه بنتكلم احنا قبل ما نخش على الهوا ان المباريات كلها صعبه.
كل الفرق اللي بتلعب النادي الأهلي عندها طموح جامد، عندها إحساس إن النادي الأهلي بيمر بظروف صعبة الفترة دي نتيجة الناس كلها يعني عارفة الظروف، موضوع الإجهاد سواء البدني ولا الذهني، واللعيبة عندها تشبع كامل بقالها 3 سنين بتلعب وبتكمل، مفيش أي راحات مفيش أي حاجة، بتخش من بطولة على بطولة على بطولة، يعني أنا بتهيألي اللعيبة دي مفيش حاجة في حياتها غير الموضوع الكورة يعني. فغصب عن اللعيب بيوصل لمرحلة كريم بيبقى مش قادر يعني خلاص، عايز يريح شوية، عايز يغير القصة اللي هو فيها، وعلى طول شد عصبي شد عصبي، لأن قدر برضه لعيبة النادي الأهلي إن حتى لو بيلعب ماتش ودي بيبقى مطالب إنه يكسب لي الودي وتكسب لي كتير يعني، فطب وتبقى كويس، طب وبعدين أنا هفضل طول عمري كده يعني؟ ما ينفعش أهزر شوية يعني، الواحد بيحب كده ساعات يتدلع مع نفسه يهزر. احنا فرحه مش بنلحق نفرحها خالص. كل ما نيجي انا ونهود في حلقه ولسه عندنا مثلا انتصار الليله اللي قبلها، قال لك ايه اقلب الصفحه عشان نبص على اللي جاي. الكلمه المقصوره للنادي الاهلي، احنا بقالنا سنتين بنقلب الصفحات. اقطوا الصفحه، مش الصفحه دي، عايز الصفحه دي بقى، انا عايز اقطع الكتاب. فطبعا يعني بصراحه النادي الاهلي غير اي نادي طبعا في مصر، دايما عليه ضغوطات، اللعيبه اون سبوت على طول في كل حاجه، في كل تصرف، في كل حاجه. تشوف حتى اللعيب يعني لو الناس لقت على السوشيال ميديا مثلا حد فيهم راح يعني ينزل ميه في حته وده مطلوب عشان يغير، يقول لك بص سايب وعندنا مش عارف يعني. ف هو ده قدر لعيبه النادي الاهلي. محمد صلاح نفسه كان مثار انتقادات لما نزل بصور دي، هو قال لك اللانش وبتاعه ورايح تصيف يا برنس حاجات زي كده يعني. طب هو مش من حقه يا جماعه، ما هو مش مش مكنه، بيبقى شيء لا منطقي في بعض التعليقات، فلا نلتفت يعني. خلينا بقى نتكلم عن النهارده تمام، ونبدا كده تحديدا بالمدربين الفنيين. طبعا كابتن عبد الحميد بسيوني من الناس برضو مدربين التقال جدا، هو النهارده هيكون من المدرجات بيدير عشان الايقاف اللي كلنا عارفين عنه، لكن الفكر متقارب برضو مع كابتن سامي قمصان الى حد كبير جدا، الهجمات المرتده، الدفاع يعني التكتل الدفاعي، الكلام ده كله. فبتشوف بقى اللي هو زي ما بيتقال كده يعني المواجهه هتبقى ازاي؟ بصي، هو طبعا عبد الحميد بسيوني طبعا له تجربه قريبه مش من بعيد يعني مع النادي الاهلي لما كان طالع الجيش، وطبعا ماتش السوبر وكده، ويعني حافظ النادي الاهلي وحافظ لعيبه النادي الاهلي، هو مدرب كويس من المدربين اللي بتعرف تلعب الفرق الكبيره. احنا طبعا مباراه كؤوس، اللي جايه دي كلها مباراه كؤوس، مفيش هزار، لازم ايا كان بقى يعني. انا عايز اقول للناس برضو ما نقعدش نقول بقى اصل الاداء ومش الاداء، احنا الفتره اللي جايه لغايه ما ربنا حلها من عنده، لان اتحاد الكره مش هحل، هو ربنا اللي هيحلها من عنده، ان لازم يبقى في بقى وقفه وفي موسم استثنائي وفترات راحه كافيه للعيبه. فالى ان يحصل هذا اللي انا بقوله اللي هو الغريب شويه دوت اللي مش عارف هيحصل ولا مش هيحصل، لازم يعني قدرنا ان احنا 3 بونت باي طريقه بقى 3 بونت يعني. لسه بنتكلم احنا على موضوع بيراميدز وماتش بيراميدز، والنادي الاهلي ما كانش بالشكل المطلوب، مش طريقه النادي الاهلي اللي هو بيامن ويلعب على الهجمات المرتده، انما في الاخر ادى الغرض. احنا راضيين بالقصه دي خلال الفتره الجايه لغايه ما يجي استقرار، لغايه ما المدرب او المدير الفني للنادي الاهلي يختاره يجي ويشوف ويفكر. بس انا عندي يعني كلمه لازم اقولها لسامي، انت رضيت او ما رضيتش يا سامي، لازم تحط دماغك في الولاد الصغيرين. لازم ما هو مش ده حصل بالفعل يعني. طبعا الفتره الاخيره كلنا شفنا ان في اكتر من لاعب الحقيقه مش في المستوى المعتاد او الطبيعي بتاعه. وده منطقي جدا زي ما اتكلمنا، نتيجه الاجهاد وتلاحم المباريات الى اخره. لكن مساله الدفع بالشباب هي فعلا مفيده على كل الاصعده، صحيح، مفيده للفريق ومفيده للشباب دول نفسهم. تمام، يعني الى اي درجه انا عايز اقول لك كريم حاجه، هو في الوضع لو الوضع طبيعي انت بتحط الولد الصغير ده في توقيت مناسب. توقيت المناسب ايه؟ اللي هو يكون الفرقه مثلا كسبانه وتروح مديله تلت ساعه نص ساعه تيجي بعد. بس ده مش حاصل الفتره اللي دلوقتي ليه؟ لان الماتشات كلها صعبه، وزي ما قلنا بنقول ماتشات كؤوس ولازم 3 بونت، والجمهور مش هيرضى الا ببطوله الدوري السنه دي. مش اوبشن، مش اوبشن تاني يا كابتن حشيش خالص. فطبعا المدير الفني بيبقى عليه برضو ضغط، فلازم يجمد شويه. ليه؟
لان انا زي بقول لك انت غصب عنك رضيت ولا ما رضيتش انت لازم هتلاعب الصغيرين. طيب. لان انت عندك دلوقتي لعيبه انا شايفها مقتوله تعبانه تعبانه. طيب. انت لو شفت الماتش اللي قبل اللي فات علي معلول وهو بيشاور وخارج من الملعب. طيب. هو مش قادر يوصل للخط عشان يريح. مجهد تعبان جدا ده يعني راجل بيلعب ستاندنج النادي الاهلي بقاله طبعا. كذا سنه طبعا. ما بيخيبش ماتش طبعا. غير منتخب تونس فالراجل ده تعبان تعبان يعني ايه اللعيبه وصلت لمرحله كمان ان هواند ايه ان ما ينفعش اقول لك ايه هدي له راحه اربع ماتشات مش هلعبه الماتش الجاي لا مش هيكفيه برضه ليه الماتش الجاي انت عارفه لان الماتش الجاي كل يومين كل يومين كل يومين فدي مش راحه بالنسبه له ممكن نديك فيها ساعتين راحه بالظبط ساعتين تقيل شويه وتجيبك فالقصه دي مش يعني لازم الولاد الصغيرين لازم يعني لا لا لازم يجمد ولاعب يدي 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 في ناس اثبتت انها كويسه زياد لعيب كويس ولما خد لعب كويس قوي في كوكا لعيب كويس عنده الماتش اللي فات كان من افضل ثلاثة تقريبا في المباراه عنده محمد عبد المنعم لعيب كويس قوي في الباك ليفت لازم يديله ماتش واتنين عشان يبقى كويس قوي وسريع وشويط يعني انا اقصد ان انت عندك كل ده مهم طبعا لعيبه كمان لو هترجع بالذاكره ايام كاس الاتحاد نرجع خلينا نطلع الفاصل ده ونرجع بالذاكره ونرجع بعد كده صح اتفضل يا اهلا بيكم عودة من جديد لتاني واخر فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي الفقره اللي منورنا من خلالها كابتن محمد حشيش واللي بنتكلم معاه عن كتير من الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وكلمه الاجهاد اتقالت كتير قوي في سياق حوارنا مع كابتن حشيش وعلى ذكر التفصيله دي كنت بقول لحضرتك من شويه ان في الفتره الاخيره لاحظنا ان في اكتر من لاعب مش في مستواه العادي نتيجه الاجهاد المفرط صحيح. نتيجه تلاحم المباريات الى اخره من ضمن الناس اللي كان مستواها بيطلع وينزل عمرو السوليه واليو ديانج تمام ويمكن ديانج كمان كانت اوضح عنده الحكايه دي ان كان في فتره تكاد تكون مش حاسس بوجوده في الملعب وبعديها بفتره ترجع تشوف العادي اللي انت بتشوفه من ديانج ليه بقى تفسير الموضوع ده؟ ليه بقى؟ لان المركزين بالتحديد اللي هم الديفندرات بتوع نص الملعب معروف في الناس اللي طبعا في وسط الكوره وعارفه ولها علاقه أكتر بالمجال اكتر ناس بتجري في الملعب طبعا يعني عليه ادوار كثيره جدا جدا يعني ممكن مثلا المساك لحد ما الباكين الطرفين واحد بيكمل واحد بيستنى انما اثنين بتوع نص الملعب ما بيوقفوش ثانيه فعشان كده اكتر ناس كانوا مجهدين وبان عليهم الاجهاد شفنا ديانج وشفنا السوليه وشفنا حمدي فتحي برضه لان هم الثلاثه دول كمان كانوا بيلعبوا باستمرار خلال الفتره اللي فاتت مع موسيماني بيلعب بالثلاثه يعني كان برضه فتره قبلها بيلعب باثنين وواحد قاعد بره بيغير لما كان بيلعب 4-2-3-1 انما لما لعب بثلاثه في نص الملعب فكان الثلاثه موجودين فطبعا ما فيش راحات ليهم عشان كده كان اكتر ناس بتبقى مجهده شفنا السوليه وصل لمرحله كان مش قادر وبعدين خلي بالك ان دول بالتحديد كمان اساسيين منتخب مصر فبرضه خلال الفتره اللي فاتت كانوا تصفيات والكاس العرب وكاس الامم والثلاثه كانوا بيلعبوا اثنين وطبعا ديانج مع منتخب بلده طبعا فاكتر ناس كانت مجهده كذلك برضه كنا بنتكلم على علي معلول نفس القصه برضه لانه برضه لعيب اساسي ولعيب منتخب تونس وكده فكان مجهد فالناس دي تعبت تعبت يعني برضه فتره من الفترات بس يمكن كان قبلهم شويه قفشه قفشه ناس كتير عماله تقول يا جماعه قفشه ومستواه ونزل ما هو انت لو تبص على قفشه برضه الراجل كان البلاي ميكر الوحيد صح. في النادي الاهلي لفتره طويله كمان لفتره طويله من ايام القاضيه ممكن وهو شغال 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 والدنيا صعبه برضه بالنسبه له فلازم برضه مجهد مجهد لان كمان قفشه برضه من نوعيه اللعيبه اللي بينزل يستلم الكره هو الربط ما بين الدفاع والهجوم بينزل وصانع العاب وهداف فتره كبيره من الفترات فبرضه كان مجهد محمد شريف ما ننساش برضه يا جماعه كم جري يعني انت لو تشوف محمد شريف الماتش بتاع بيراميدز من الملعب يمكن عشان اللي بيتفرجوا على الشاشه بتبقى الكادر بس بيجيب لك ما بيجيبلكش تحركات بقيه الملعب هو ما بيبطلش جري فبرضه عليه كم اجهاد غير عادي فعشان كده برضه هنرجع لمرجوعنا ان لازم يبقى فيه
تطعيم بالعناصر اللي موجوده في النادي الاهلي، لان انا شايف ان فيهم ناس دلوقتي مؤهله بدنيا وفنيا وخلاص كسرت حته حاجز الخوف انها تشترك مع الفريق الاول. وبعدين احنا برضو خلي بالك نستغل برضو حته ان كده كده مفيش جمهور، فمفيش ضغط جمهور في الملعب. امال لو كان في جمهور في الملعب يا جماعه كان اللعيبه الصغيره دي لعبت امتى بقى؟ ده اللعيب زمان لما كان بينزل في وسط ال 98 الف متفرج وهو لسه ما بيتحسس خطواته الاولانيه للفرقه الكبيره بيبقى بترعش طبعا. فبرضو حته ان مفيش جمهور دي تقدر تديلك يعني جرأة انك تلاعب الناس. طيب ممكن نروح شويه لمنتخب مصر، تمام، لان لازم يعني ما نعديش عشان الوقت بيجري. طبعا. دلوقتي منتخب مصر لسه ما زال الموضوع فيه غامض. وسمعنا عن مدرب برتغالي، وسمعنا عن هذا المدرب البرتغالي كيروش قال له اوعى تروح تدرب منتخب مصر. يعني خلينا نتكلم بصراحه. وكان معانا النهارده مداخله بالميلان مع ناقد صحفي، واكد لنا، كان احمد صبري واكد لنا هذا الكلام. فدي نقطه، فكرة ان كيروش يعني بهذا الشكل عنده غضب من تجربته، او يعني مش عايز حد قريب ليه جرب التجربة مع منتخب مصر. حاجة تانية، والاسم الاقرب حاليا لتدريب منتخب مصر هو هذا المدير الفني السويسري. فبتشوف ايه الدنيا؟ لان الموضوع غريب. انا بشوف الدنيا متلخبطة جدا بصراحة. طبعا اللي طلع واتعمل من اتحاد الكوره، برغم ان انا في الاتحاد زي ما انتم عارفين ان انا بتكلم دايما براحتي، لان ما ينفعش، لازم يبقى في مصداقيه في الكلام. ايوه صح. كله مسكنات، لان انت لما فجاه مفيش فلوس وبعدين فجاه هجيب اربعه مره واحده اللي هي عمرها ما حصلت في تاريخ مصر. يعني في تاريخ مصر عمرنا ما جبنا اربعه. هنجيب مدير فني منتخب، مدير فني اتحاد، مدير فني منتخب اولمبي، راجل يمسك التحكيم اجنبي. طب الفلوس دي يا جماعه هتيجي ازاي؟ وبعدين يمكن في عرض. السؤال يا كريم اللي اهم، انت دلوقتي هل هتجيب الناس دي كلها من مدرسه واحده؟ هو ده المنطق بيقول كده. ما بقاش واحد شغال في ناحيه مدرسه المانيا عامل قصه معينه، كله ميه واحده برضو. طبعا واحد برتغالي واحد مش عارف، يعني لازم يبقى كله فكر، لان انت المفروض ان انت بتعمل، انت مش جاي تبص للشهرين ثلاثه اللي جايين، البطوله اللي جايه، انت المفروض جاي تعمل مشروع للكره المصريه خلال الفتره اللي جايه. صحيح. لغايه كاس العالم اللي جاي اللي هو كمان اربع سنين. فالناس دي هتبقى مرتبطه ببعضها، يعني المنتخب الاولمبي ده مرتبط ارتباط وثيق بالمنتخب الكبير. طبعا. طيب مدير فني الاتحاد، مدير فني الاتحاد ده مسؤول عن تنظيم مسابقات الاتحاد كلها على مستوى الناشئين والبراعم، وهو ده العلاج الامثل للكره المصريه انك تبدا من القاعده من تحت. طيب الراجل ده اولا انا في رايي ما ينفعش اجنبي، ده مبدئيا يعني، لان طبيعه مصر والرياضه المصريه والكره المصريه وظروفنا غير قصه في المانيا وفي انجلترا والكلام ده كله. يعني احنا مثلا عندنا مشكله ملاعب اللي هي الاساسيه، ما فيش في المانيا مشكله ملاعب بالنسبه للعيبه، ولا في انجلترا، ولا في كذا، ولا في كذا. طيب احنا في مشاكل كمان لو قعدت احكيها لك مش يعني هتاخد حلقتين ثلاثه. الراجل الاجنبي ده مش هيستوعبها، فبالتالي هيحل ازاي طالما مش قادر يستوعبها او مش عايشها؟ طبعا. لانها مرتبطه، او ما عندوش اليه لحل المشاكل دي، مرتبطه كريم بحاجه لازم حل اقتصادي وامكانيات ماديه وحاجات، فما ينفعش. وده طبعا لو انت عايز تتكلم على اربع سنين. طيب هل الراجل اللي جاي ده انت عايز منه ايه؟ عايز منه البطوله الامم الافريقيه اللي جايه، ولا عايزه يعمل لك فريق؟ لان طبعا متوسط الاعمار في منتخب مصر ابتدى يبقى كبير. فانت عايز تعمل يعني تنزل بالسن شويه عشان تيجي بعد اربع سنين تبقى عندك منتخب قوي. صحيح. ولازم تبقى مأهل الناس للكلام ده. هل هيطلعوا يقولوا الكلام ده؟ يا جماعه ما حدش يقول لنا بقى البطوله اللي جايه، احنا بنتكلم على كاس عالم اللي جاي. فكل الناس اللي جايبها دي كلها، طب يعني طب وبعدين؟ وبعدين لغايه النهارده انت ما جبتش حد. يعني المؤتمر اللي اتعمل بقى له قد ايه؟ لغايه دلوقتي مفيش حاجه خالص. طيب ده انت عندك بطوله جايه او تصفيات خلاص قربت في شهر 9، طب هتعمل ايه؟ فالقصه دي بيني وبينك يعني انا شايفها يجب ان تحل بصراحه، لان كده كتير قوي كابتن يعني حشيش الموضوع عمال بيسوء. كل ما المده بتزيد الموضوع بيسوء اكتر، زي موضوع النادي الاهلي يعني في عجاله كده سريعه يعني. طيب الضجه اللي حصلت دي كلها والتصريح اللي جه من الشباب والرياضه ان في ادانه لناس معينه
في الاتحاد وفي قصور وفي كذا كذا كذا. طيب سمعنا عن اي حاجه حصلت؟ طب ايه يعني ما فيش حاجه حصلت، بس احنا كنادي اهلي موقف. عملنا الاجراءات المطلوبه مننا، المفروض بقى على الصعيد الثاني يتم الاجابه زي حضرتك بتقول او الاستجابه. ما هو يعني. لو كل مشكله حصلت وكل واحد عمل زي النادي الاهلي لو ما حصلش حاجه، طب ايه المطلوب؟ ما انا هعمل ايه اكتر من ان انا بقدم او بطالب بحقي؟ المسؤولين لازم ياخدوا قرار، ما يعتمدوش ان الموضوع ايه غلطه وتعدي. اصل المخطئ لو حس ان هو ما تعاقبش هيكررها، حاجه كبيره زي دي متعلقه بمصلحه بلد بقى مش مصلحه طبعا. فرقه طبعا هيجي المره الجايه يقول لك ايه يا عم الدنيا هتنام، انت بتتكلمي في ايه وعامله لي زيطه وكذا، ما خلاص الموضوع هعمل بقى براحتي. اللي جاي المعتاد من قديم الازل كابتن حشيش، من امن العقاب. ايوه بالظبط كده بالظبط. فده طب انت اصلا عمر ما هيبقى في اصلاح الا لازم في قرارات وقرارات رادعه عشان يبقى في اصلاح. صحيح. عقاب للمخطئ وفي نفس الوقت قرارات جريئه بتخش في المضمون، انما تخش من حوالين المضمون اسكت الناس اجيب يا عم انا اجيب مدرب اجنبي. الموقف اللي حصل مع كيروش خلى يعني كلام عليك كاتحاد كوره وكمصر صعب شويه، انك لان برضه الناس كلها بتعرف كل حاجه، السوشيال ميديا بتعرف الناس كل حاجه، فطبعا المدربين ابتدوا يقولوا لبعضهم ما تروحش يا عم ده انت بص مهما هتعمل. بص يا كابتن حيش اقول لك على حاجه، اللي فات مات نتمنى اللي جاي يكون افضل لان ما عندناش اوبشن ان اللي جاي ما يكونش افضل. أيوة. وخلينا نشوف، ولازم المواضيع اللي حضرتك ذكرتها اللي هنا وهنا لازم يحسموا خلال الايام اللي جايه. مليون في المية. ان شاء الله خير نيجي لحد الجاي مع حضراتكم. شكرا ليك كابتن حشيش نورتنا. شكرا يا كريم، كان اسبوع رائع ومليء والله بالاخبار الحلوه الخاصه بيه كمان النادي الاهلي. ان شاء الله نختمه النهارده بفوز حلو جدا واداء رائع على سموحه باذن الله. على كل حال نشوف حضراتكم ونهايه الاسبوع كده لحد الجاي و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.